بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد ولكل صامت منك علم باطل محيط. أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك وملكك الدائم وكلماتك التامات. يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. صل على محمد وآله وارزقني من فضلك وأعطني فيما ترزقني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد ولكل صامت منك علم باطل محيط. أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك وملكك الدائم وكلماتك التامات. يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. صل على محمد وآله وارزقني من فضلك وأعطني فيما ترزقني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد ولكل صامت منك علم باطل محيط. أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك وملكك الدائم وكلماتك التامات.
يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تزره معصية العاصين صل على محمد وآله وارزقني من فضلك وأعطني فيما ترزقني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد ولكل صامت منك علم باطل محيط أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك وملكك الدائم وكلماتك التامات يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تزره معصية العاصين صل على محمد وآله وارزقني من فضلك وأعطني فيما ترزقني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد ولكل صامت منك علم باطل